تشرفت بالحضور في التظاهرة اللي عندها واحد البعد رمزي قوي. أول جائزة جهوية كبرى للصحافة تنطلق من الأقاليم الجنوبية، هذا يشرف أصحابها أصحاب الجائزة، ويشرف كذلك الإعلام الجهوي، ومن شأنه أن يقوي أو يعزز الصفوف الأمامية التي تقف فيها الإعلاميون في الأقاليم الجنوبية دفاعا عن القضية الوطنية، وكذلك دفاعا عن المهنة وعن شرفها وعن مهنيتها، وانخراطا في هذا المجهود ديال التأهيل الذي يخوضه الإعلاميون. ونحن أسسنا الفيدرالية المغربية للنشر والصحف هنا في الأقاليم الجنوبية سنة 2016، لم تكن هناك إلا مقاولات معدودة على رؤوس الأصابع. اليوم هناك 23 مقاولة قانونية، هناك معهد للتكوين، هناك جائزة، يعني الأمور تتحرك يعني ببطء ولكن بثبات، ونتمنى أن تتسرع هذه الدينامية لنصل إلى التأهيل المنشود بنموذج اقتصادي قوي للمقاولة الصحفية الجهوية التي يمكن أن تستوعب هذه الكفاءات وهؤلاء الطلبة الذين سيتخرجون إن شاء الله. صراحة أنا اليوم جيت سعيدة بتواجدي في الحفل، وجيت سعيدة كذلك بتتويجي وحصولي على جائزة ديال الصحافة، وصراحة هذا تكليف أكثر من أن يكون تشريف. والحقيقة العمل ما كانش عمل خاص، هو كان عمل جماعي، وكيرجع الفضل لهذه الجائزة للفريق كامل اللي اشتغل في هذا العمل وسهر ليل نهار على باش يكون العمل في المستوى، وباش يلبي الذوق العام ويكون في المستوى المطلوب. وكنجدد شكري وامتناني لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار اللي أنا كنتشرف أنني طالبة في سلك ماستر فيه. سعيد جدا بهذه الجائزة التي لا تعتبر تكريما لصحفيين بذاته، بل هي تكريم للمهنة لجميع الزملاء، وكانت فرصة لكي يعلم المرء على أنه في المسار الصحيح، وعلى أن اللحظات التي مرت علينا في سنة الجائحة من خلال الاشتغال كانت أو كان لها أكلها. شكرا. اليوم كنا مع حفل اختتام فعاليات الجائزة الكبرى الجهوية للصحافة. هو عمل مضني، عملنا تقريبا خلال مدة شهر على التحضيرات مع اللجنة التنظيمية ومع الإدارة ومع الطلبة، لهم الفضل طبعا والشكر في إنجاز هكذا تظاهرات. هي عملية احتفائية بمواهبنا وطلابنا وبطاقاتنا المميزة. تقريبا هذا النوع من المبادرات مهمة جدا من أجل التحفيز أيضا، ومن أجل تطوير الطاقات المحلية المهمة. تقريبا كان عمل مضني، تقريبا اشتغلنا ليلا نهار على قدم وساق من أجل إخراج نسخة مهمة جدا. هذا العمل انتجه طبعا الطلبة بمعية الإدارة وبأيضا توجيهات من الأساتذة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة أنا جيت سعيد بهذه الجائزة ضمن الجائزة الكبرى الجهوية للصحافة الصنف الوثائقي. المشاركة كانت عبارة عن فيلم وثائقي بعنوانه المعروف. هذا المعروف هو يتكلم على عادة من عادات تقاليدنا بواد نون، والهدف من هذا العمل هو إنتاج عمل من أجل مواكبة هذا النوع من التقاليد ومن العادات اللي نعرفوها وكان أهلنا وجدادنا يعدلوها. والحمد لله نجي سعيد بهذه الجائزة. هذه الجائزة أعتبرها كاستمرارية أو صح التعبير تشجيع من أجل الاستمرارية والمواكبة الأعمال الوثائقية. هذه مناسبة من خلال التتويج اللي توجنا في بهذه الجائزة اللي نعتبروها كيف قلت سابقا على أنها جائزة معنوية أكبر، لأنها تصدق في مقال مشجعينا من فئات المجتمع اللي هي ياسرة، وأهمها هؤلاء الناس الكبار لكهولتنا وشيبنا اللي هما دائما منين يجبرونا يقولوا على نوع من البرامج زين عندهم. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى عن هذه الجائزة تحفز إلى أعمال أكبر وأعمال أحسن إن شاء الله بالنسبة لنا نحن وبالنسبة لجميع المنافسين، بالنسبة لحد كان مهتم بالثقافة الحسانية وبالموروث الثقافي الحساني، لأنه موروث غني وبحره عميق، ويقد الإنسان ينطر منه ياسر من شيء ويجيب منه ياسر من أشياء اللي تغني هذه الساحة وتغني هذا المشهد الإعلامي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.